السلام عليكم. ظروف غامضة أربكت العمق الإيراني في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، ويعتقد بشكل كبير بأن كان هنالك هجوم بالطائرات المسيرة قد تعرضت له إيران مرة أخرى خلال هذا العام طبعا. وهذه كلها جاءت بتفاصيل مثيرة من عدد من المصادر القادمة من الداخل الإيراني. على سبيل المثال، لايف إيراني نيوز تحدثت بأن المضادات الجوية الموجودة في مدينة أصفهان وتحديدا بالقرب من قاعدة هافا نيروز التي ترونها كما هي مثبتة هنا، بأن المضادات هناك بدأت فجأة بالعمل ليلا، وطبعا مواقعا مرموقة ومعتمدة مثل ألف على سبيل المثال كان قد تحدث عن نفس المسألة وعن نفس القاعدة وعن نفس الظروف، بل إن حتى الأوساط الإسرائيلية فجأة بدأت تتحدث عن هذه الحادثة واهتمت بها كثيرا. ونقل The Times of Israel على سبيل المثال عن إذاعة كان العبرية بأن كانت هنالك مضادات جوية فجأة تم تفعيلها في تلك المنطقة. الجيروزلم بوست أيضا تحدثت عن هذه المسألة، وكان هنالك مقطعا مصورا لما جرى. طبعا ليس هنالك شيئا واضحا مما جرى، ولكن كان هنالك شخصا يتحدث باللغة الفارسية عن طبيعة ما يجري. أكد التاريخ اليوم، أكد كذلك الموقع والنقطة التي تأتي منها أصوات المضادات الجوية الموجودة في أصفهان، وسمعت كذلك المضادات الجوية وهي تعمل. وطبعا هذه المنطقة التي نتحدث عنها أو قاعدة هافا نيروز، أين هي يا ترى في مدينة أصفهان؟ إن بحثت عنها فإنك ستجد نفسك أمام قاعدة كما تم الذكر عنها وكما تم الحديث عنها بأنها قاعدة جوية. نتجه الآن إلى مدينة أصفهان، إلى جنوب مدينة أصفهان. كما تلاحظون سنقترب من قاعدة ألا وهي قاعدة هافا نيروز بحسب البحث. إن قمت بهذا البحث وتم تداول بأنها قاعدة جوية، إذن نحن أمام هذه المروحيات العسكرية عندما تراها بهذه الطريقة. إذن فعلا هنالك تطابق في هذه المعلومة كما ذكرت بهذا الشكل، بل إنه هنالك تقارير غير مؤكدة فجأة نشرت بشكل غريب أيضا من نقاط ومن مواقع مهمة للغاية مثل أفا توداي، تحدث عن أن هنالك احتمالا لهجوم بالطائرات المسيرة، حتى أن الوار مونيتور كان قد تحدث عن نفس المسألة وتحدث بأننا كنا أمام هجوم على ما يعتقد، ومن تقارير غير مؤكدة بأننا أمام هجوم لطائرة مسيرة قد جاءت في تلك المنطقة. واحدة من الملاحظات المثيرة على هذا المقطع المصور هي طبيعة المضاد الجوي أو المضادات الجوية التي عملت في تلك الليلة أو في فجر هذا اليوم. ولنستمع قليلا لهذه المضادات، وستجد نفسك أمام مضادات جوية تعمل بإطلاقتين وبعد ذلك ثلاث إطلاقات تقريبا بهذا الشكل. وعادة مثل هذه المضادات الجوية التي نتحدث عنها هي في حقيقة الأمر من المدفع الرشاش من عيار 23 ملم، مثل هذه المضادات الجوية التي ظهرت في الشرق الأوسط كثيرا وهي تتصدى إلى أي هجمات إن كانت بالطائرات أو الطائرات المسيرة، وهي فعالة للغاية في عملية اصطياد الطائرات المسيرة. وواحدة من اللقطات هي قادمة من الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا من قبل الجيش السوري الحر، وهو يستخدم طبعا هذه النقطة. وستلاحظ بأنها وتلاحظ أن الصوت متطابق، إطلاقتين وبعدها ثلاث إطلاقات بهذا الشكل بنفس النمط بنفس الطريقة. إذن أنت أمام نفس المضادات الجوية بالفعل التي على ما يبدو هي التي استخدمت بشكل واضح وبشكل قريب في هذه المنطقة الخطيرة للغاية فجر هذا اليوم في إيران. وطبعا هذا يوضح بأن من خلال الإطلاقات والتباطؤ في عملية والبطء في عملية التصدي بأننا قد نكون أمام هذه الطائرة المسيرة، وهي من طائرات الكوات كوبتر التي سبق وأن اتهمت إسرائيل بأنها استخدمتها ونفذت من خلالها هجمات في الداخل الإيراني بشكل مكثف. وخلال هذا العام شهدنا العديد من هذه الحوادث التي طبعا نتحدث عنها الآن. المشكلة أن الجانب الإيراني لم يؤكد هذا الهجوم، لم ينفي هذا الهجوم، ولكن في نفس الوقت بأنهم لم يطلعوا المواطنين في أصفهان بأن هنالك مثلا تدريبا جويا على المضادات الجوية أو الدفاعات الجوية، تتدرب القطاعات العسكرية هناك أو الدفاعات الجوية على أي هجوم محتمل ممكن أن تتعرض له إيران. هنالك سكوت غامض وهنالك سماعا للمواطنين وتصويرا ومعلومات متقاربة عما جرى من هذا الهجوم. ولماذا نتحدث عن طائرة الكواد كوبتر تحديدا بأنها هي التي ظهرت بهذا الهجوم؟ لأن نفس هذه الحادثة وبالقرب من المنطقة التي تحدثنا عنها وهي قاعدة هافا نيروز التي تحدثنا عنها، فكان هنالك هجوما خلال هذا الشهر أقل من 20 يوما من اليوم، في 5 أبريل تحديدا. إذا ما ابتعدنا قليلا
من هذه القاعدة التي ترونها أمامكم، فإننا سنكون أمام هذه المنطقة، هذه القاعدة أو هذا المجمع في حقيقة الأمر، وهو مجمع يطلق عليه مجمع أمير المؤمنين، وهو طبعا إحدى المجمعات التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. كنا بداية هذا الشهر أمام حديث كبير بأن هنالك هجوما بطائرة مسيرة واحدة هي التي جاءت على هذه المنطقة، وكانت هنالك أيضا إحداثيات للنقطة أو الورشة التي تعرضت لهذا الهجوم. هي هذه الورشة، دعونا نقترب منها قليلا. هذه الورشة تحدثت عنها وتحدث عنها موقع تيرر ألارم ونشر إحداثياتها، وقال بأن الهجوم كان على هذه الورشة المنفصلة المنعزلة، ولكن المضادات الجوية الإيرانية كانت قد نجحت في عملية التصدي لهذه الطائرة. إيران اعترفت بهذا الهجوم الذي نتحدث عنه بهذا الشكل وبهذه الطريقة، وأكدوا بأنه هجوم فاشل. ولكن في نفس الوقت طبعا كشفت الورشة الخطيرة الموجودة هنا في هذه النقطة، خاصة وأن مجمع أمير المؤمنين هو تابع إلى مؤسسة صاروخية مهمة، ألا وهي مؤسسة شهيد همة، وأن هذا المجمع مجمع أمير المؤمنين، وهو طبعا من الصناعات الإيرانية المهمة، هي معاقبة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. مسألة الصواريخ تعتبر مسألة مهمة، وكذلك في بداية هذا العام وتحديدا في نهاية شهر يناير أيضا في مدينة أصفهان كنا أمام نفس الهجوم بالطائرات المسيرة، بثلاث طائرات مسيرة من طائرات الكواد كوبتر التي استهدفت هذه الورشة أيضا في أصفهان تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. وبالتالي أنت أمام هجمات متكررة كثيرة، إذا ما اتجهت بالقمر الصناعي فقط لترى ولنرى بسرعة هذه النقطة، هي تقع إلى شمال غرب أصفهان تقريبا، وهذا هو المبنى الذي رأيتمونه. وإيران اعترفت أيضا بهذا الهجوم الذي جاء بالطائرات المسيرة، أيضا قالت بأنه كان فاشلا، ولكنها اتهمت إسرائيل بشكل واضح بأنها هي التي كانت خلف هذه العملية. وبالتالي وعلى هذا الأساس نحن أمام تشكيلة من الهجمات التي جاءت بهذا النوع من الطائرات المسيرة. تحدثنا عن أصفهان ثلاث طائرات مسيرة، وتحدثنا عن مجمع أمير المؤمنين، ونتحدث عن النقطة القريبة التي نتحدث عنها اليوم هو هذا المطار، وهي قاعدة هابا نيروز التي ترونها. وبشكل مثير للغاية أيضا بأن النقاط التي تأتي عليها الطائرات المسيرة والتي تسمع فيها المضادات الجوية هي مناطق خاصة للغاية، لا يمكنك بالقمر الصناعي بالهبوط ورؤية ما يجري هناك من شارع أو من فرع أو من موقع أو من بناية، كذلك إنها قريبة من هذا الموقع ومن هذه الجبال الكبيرة في هابا نيروز التي ترونها. وهذا الموقع تحديدا الذي ترونه أمامكم كان هنالك وكانت هنالك معلومات مهمة قد نشرت عنه، وأن هذا الموقع بحسب ويكي مابيا التي ترونها تحدثت بأنها عبارة عن قاعدة صاروخية كبيرة تحت الجبال موجودة في هذه المنطقة على عمق 500 متر، أي نصف كيلومتر تقريبا، قاعدة كبيرة للغاية. لنتجه إليها الآن لنتأكد هل فعلا ويكي مابيا التي تتحدث بهذه الطريقة بأنها فعلا أن هذه قاعدة تحت الأرض، إذا ما بحثنا عن مداخل على الأقل لكي نتأكد من هذه المسألة تحت الجبال وفي هذه المنطقة، ستجد بأنك أمام عدد من المداخل. نأخذ ثلاثة أمثلة ببساطة، ستجد بأنك أمام هذه المداخل، هذا المدخل كبير على ما يبدو ويأخذ عربات حتى تحمل صواريخ ممكن أن تدخل إلى هذه النقطة، هذا مدخل آخر. نتجه إلى وسط هذه النقطة الجبلية المهمة للغاية الموجودة في أصفهان، ها أنت أمام مدخل آخر، وبالتالي أنت أمام قاعدة صاروخية كبيرة تأتي وتجري في هذه المنطقة أساسا كل الحوادث التي نتحدث عنها. والمسألة المهمة هنا بأننا أمام عدد من الأمور، أمام أولا هذه قاعدة صاروخية تحت الأرض، كذلك مجمع أمير المؤمنين الذي تحدثنا عنه بأنه عبارة عن نقطة لتطوير الصواريخ البالستية، وكذلك النقطة التي تمت مهاجمتها بثلاث طائرات مسيرة في أصفهان هي أيضا كشف عنها بأنها نقطة بحسب الغارديان البريطانية لتطوير الطائرات المسيرة الإيرانية لكي ترسل وترسل مباشرة إلى الداخل الروسي لتستخدم في الداخل الأوكراني. وسبق وأن رأينا الكثير من التقارير بعد ظهور الطائرات المسيرة الإيرانية في الداخل الأوكراني وتستخدمها روسيا في هجماتها، لاحظنا بأننا كنا أمام تقارير بأن إيران دخلت في اتفاقية مع روسيا لإرسال الصواريخ البالستية. وعلى هذا الأساس علينا لا نستغرب أيضا أن تكون نقطة أصفهان تحديدا هي نقطة لتطوير الصواريخ البالستية، وبأن هذه الهجمات من شأنها أن تكشف النقاط أن تضربها أو غيرها، خاصة وأننا أمام الكثير من التقارير أن إسرائيل تريد مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في عملية مساعدة أوكرانيا ضد الهجمات التي تقوم بها روسيا، وهذه تعتبر مسألة مهمة للغاية وخطيرة. مسألة إرسال الأسلحة
الأسلحة الإيرانية إلى روسيا لكي تستخدمها في أوكرانيا هي مسألة حساسة للغاية، إلى درجة أنها فرضت عقوبات، وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات مثيرة للغاية الأربعاء الماضي كما تلاحظون بهذا الشكل في 19 أبريل على مجموعة من الشركات الدولية التي تناور العقوبات الأمريكية من أجل إرسال القطع التي تحتاجها إيران من أجل صناعة الطائرات المسيرة مثل شاهد 136 أو مهاجر 6 التي من خلالها طبعا تصنعها لنفسها وتصنعها لإرسالها إلى روسيا لتستخدمها في أوكرانيا. وهذه مسألة خطيرة لأن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن بحسب صحيفة بوليتيكو اليوم تحدثت بأن فريق بايدن قلق من أن الهجوم الأوكراني المضاد لن يكون فعالا ضد الروس وبأن الروس سينجحون في هذه المسألة. القلق ليس في مسألة أن الهجوم لن يكون ناجحا، ولكن ما بعد هذا الهجوم ما الذي سيجري، خاصة إذا ما إيران سلمت مزيدا من الطائرات المسيرة وحتى من الصواريخ البالستية، ما الذي سنفعله هنا؟ وبالتالي فريق بايدن في قلق ويريد أن يوقف أي إسناد من الممكن أن يكون قادما لروسيا إن كان من إيران أو من غيرها من خلال العقوبات لعملية طبعا محاولة إيقاف أي تقدم أو مزيد من التقدم من قبل روسيا في أوكرانيا. وطبعا هذه المنطقة التي نتحدث عنها التي جاء فيها الاشتباه بأن هنالك هجوما بطائرة مسيرة جاءت على أصفهان، طبعا المنطقة ليست بالبعيدة أبدا من إحدى أهم النقاط النووية على الإطلاق، ألا وهي قاعدة أو نتحدث هنا طبعا عن منشأة نتنز النووية التي يتم فيها تخصيب اليورانيوم هنا بهذا الاتجاه بنسبة 60% إلى شمال أصفهان على ما يقارب 100 كيلومتر تقريبا. تأتي هذه النقطة التي استهدفتها إسرائيل كثيرا إن كانت على مستوى الطائرات المسيرة، إن كانت على مستوى حتى المفخخات والعبوات وعمليات الموساد الإسرائيلي وغيرها. وبالتالي أنت أمام فعلا نقاط ليست بالسهلة، تأتي في أصفهان في نقطة قريبة تستهدفها إسرائيل كثيرا طبعا. وهذه المسألة ومسألة استهداف المفاعلات النووية تأتي وظهور هذه الطائرة المسيرة التي يعتقد بأنها هاجمت أصفهان فجر هذا اليوم، تأتي بعد تصريحات صدرت من قائد قاعدة نيفاتم الإسرائيلية الذي صرح بشكل حصري لوالا نيوز كما تلاحظون في 21 أبريل أي جمعة الماضية. The Limited Times نشرت تصريحاته. هذا الرجل كان قد تحدث بشكل واضح بأن إسرائيل اقتربت من الاستعداد بدرجة 100% لتنفذ هجوما على المفاعلات النووية الإيرانية إن كانت فوردو وإن كانت منشأة نتنز التي تحدثنا عنها، وبأنهم قادرين بأنفسهم على القيام بهذا الهجوم. وقال إذا قمنا بالهجوم قد لا نؤثر أو قد لا نحقق الضربة كما هو الحال مع الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون أكثر فعالة، ولكنه قال بأننا قادرين على إيذاء الإيرانيين كثيرا عندما نحقق الاستعداد التام الذي نبحث عنه. وفي مسألة تزويد الوقود ومسألة الطائرات التي تزود الوقود أو التي تعمل على الإرضاع الجوي، هو كان واضحا وقال بأن لدينا خبرة كبيرة في التحليق إلى مثل هذه المناطق البعيدة بالتزود والوقود دون الحاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وضرب مثالا ألا وهي مناورات العلم الأحمر التي تمت مؤخرا في ولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية. قالوا بأن الطائرات الإسرائيلية حلقت إلى الولايات المتحدة دون توقف ودون الحاجة إلى التزود بالوقود بأنفسنا لوحدنا، لم نحتاج الولايات المتحدة إلى مسافات بعيدة للغاية حتى نصل إلى ولاية نيفادا، وبالتالي المسافة أبعد بكثير مما ممكن أن نحققه تجاه إيران. بل إن حتى قاعدة نيفاتم الإسرائيلية ذكر في هذا التقرير بأن لديهم فريقا مختصا في عملية تهيئة مطارات في أرض العدو كما وصفوها، أي إذا احتاجت إلى الهبوط هذه الطائرة أو الطائرات الخاصة بهم يستطيعون الهبوط في أي نقطة يبحثون عنها، يصنعون المهبط بسرعة، تهبط الطائرة، يقضون الطيار أو يقومون بإجراءات معينة لم يكشفوا عنها بالكثير من التفاصيل. بالتالي مسألة المفاعلات النووية أيضا تأتي، يعني مسألة الطائرات المسيرة تأتي متقاربة وتأتي متزامنة مع ما نتحدث عنه هنا. بل أن في سوريا أيضا صباحا هذا اليوم كنا أمام هجوم في الجولان من قبل إسرائيل والقوات البرية الإسرائيلية على نقطة تقول إسرائيل ويقول كذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان بحسب هذه اللقطات بأنها كانت
وكانت عبارة عن هجوما ضد الأذرع الإيرانية. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث أن الهجوم كان قد تم في نقطة في الجولان، هذه هي الجولان، هنا سوريا، هنا يتواجد الإسرائيليين. النقطة هي عبارة عن محافظة أو منطقة القنيطرة. إذا ما اتجهنا إلى هذه المنطقة القريبة فالحديث بشكل واضح عن أن ما جرى أيضا متزامنا مع ما جرى في الداخل الإيراني، بأن المنطقة التي استهدفت هي تأتي بين هذه النقطة وهي الحضر وكذلك مجدال شمس، وبأن النقطة التي استهدفت هي عبارة عن تلة صغيرة موجودة هنا وهي قرص النفل التي ترونها هنا. وقالوا بأن هنالك أطرافا مرتبطة بحزب الله اللبناني يطلقون عليها المقاومة السورية لتحرير الجولان، هي مختصة في عمليات الجولان ضد القوات الإسرائيلية. أكدت التفاصيل من المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الدبابات والمدفعية استخدمت وأطلقت ما يقارب الأكثر من 20 قذيفة صاروخية استهدفت هذه المنطقة التي تتواجد فيها هذه العناصر كنقطة للمراقبة. وبالتالي نحن أمام هجمات في سوريا، هجمات كذلك في الداخل الإيراني. نشرت منشورات أساسا يبدو بأن الموساد الإسرائيلي يعمل عليها كثيرا، ألا وهي مثل هذه المنشورات التي نشرت في الداخل السوري، يوضحون للجيش السوري بأن عليه أن لا يتورط كثيرا طبعا مع حزب الله اللبناني أو قيادات حزب الله اللبناني. واحدة من الصور توضح بأن قائد الاستخبارات السورية يقف مع قائد مقر استخبارات حزب الله في سوريا بهذا الشكل، وأكدوا على النقطة التي تحدثنا عنها الآن. بالتالي نحن أمام تطورات خطيرة متصاعدة مستمرة، إن كانت في الداخل الإيراني إن كانت في سوريا، مواجهة مستمرة. أين ستصل يا ترى؟ إلى أين ستصل؟ هل ستفعلها إسرائيل؟ هل ستفعلها إيران في المقابل؟ هل ستنتقم إيران لما يجري في داخلها؟